وده لازم يخلينا نقوم رايحين بقى للسعوديه وناخد ضيفنا العزيز على التليفون الناقد الرياضي السعودي عاطف الاحمدي علشان نتكلم في تفاصيل اكتر وهذا اللقاء المرتقب بين طبعا الهلال وفلامينجو. يا استاذ عاطف يعني بصبح عليك طبعا وتحياتي لحضرتك ولكل اهلنا في السعوديه. صباح الخير منور في قناة النادي الأهلي ولازم نطمن زي ما احنا بنطمن لحظة بلحظة عن الأهلي ومشاركته في كأس العالم للأندية لازم نطمن كمان على الهلال السعودي. طمنا كده برضو أستاذ عاطف وقلنا الاستعدادات والكواليس وتوقعات حضرتك برضو لهذه المباراة اتفضل. مبدئيا كل الأمانة القلبية هنجد نهائي كأس عالم الأندية بين الهلال والأهلي وهذا حق مشروع لنا بإذن الله. بإذن الله ليوم الخميس نبارك لبعض وصول الأهلي والهلال لنهاية كأس العالم للأندية. ما نبغى نشوفهم على مستوى المركز الثالث والرابع لا نشوفهم على مستوى المركز الأول يا رب. بالنسبة للهلال أنا يعني من أسوأ المشاركات اللي بتكلم بعيدا عن مباراة الوداد اللي قدم فيها الهلال مستوى كبير من أسوأ المشاركات في شارك فيها الهلال على مستوى كاس العالم للانديه. هذه المشاركه بسبب الظروف القاسيه اللي بيمر فيها الهلال على مستوى الاصابات يعني الجميع الشكل الفني للهلال في هذه الفتره غير جيد بسبب بعض المشاكل الفنيه. نتكلم على كثره الاصابات غياب اهم العناصر والعناصر البارزه تكلم لها تاثير على مستوى التشكيل الفني عن الهلال في هذه المجموعه. إضافة إلى لما راح في المغرب بتشكيل ناقص كمان تعرض الكابتن فنو للطرد وكاريو للآن ما عارفين وضع مشاركة يعني إصابة صعبة اللي تعرض لها مباراة الوداد. ولكن الهلال يملك شخصية البطل وهذه ميزة الأندية الكبار. صحيح. نتكلم عن نادي الهلال لا في شخصية مختلفة هذه الشخصية لا ترضى بأي حال من الأحوال أن تكون مشاركاتها عابرة، لازم تكون هذه المشاركات لها بصمة. صح. الدليل تجاوز الأهلي بمباراتين صعبة ووصوله لنصف النهائي، وأيضا تجاوز الهلال لفريق الوداد القوي من ناحية التركيبة الفنية وأيضا من ناحية الميزة اللي أخذها بسبب تواجد المباراة على أرضه وما بين جماهيره وشفنا كيف التأثير الكبير لجماهير نادي الوداد في مباراة ربع النهائي. مباراة فلامينجو بكل الأحوال مباراة صعبة على الهلال. المتابع لفريق فلامينجو خلال الفترة الماضية خلال ثلاث سنوات الماضية يعتبر هو المسيطر على كل البطولات اللي موجودة على مستوى أمريكا اللاتينية وحتى على مستوى الدوري البرازيلي. الفريق تطور يعني يمكن الهلال سبق انه خاض تجربه مع فريق فلامينجو في نسخه سابقه لكن الان الفريق لا في نوع من التطور حاصل على مستوى هذا الفريق. نقطه مهمه ودي انا اتكلم فيها يا طارق مساله التمايز اللي موجوده على مستوى بطوله كاس العالم. نعم نحترم الانديه الاوروبيه نحترم الأندية أمريكا اللاتينية لكن من الإجحاف والله يا نهاوند أخويا الكريم من الإجحاف إنه فرقنا العربية اللي هي مسيطرة على قاراتها سواء في حتى الأهلي في إفريقيا إنه يتم التعامل معهم على مستوى تركيبة المسابقة بهذه الطريقة. يعني من غير المعقول إنه فريق بقيمة الأهلي يقابل فريق ريال مدريد وهو في قمة الإرهاق كل تقريبا كل يومين او ثلاثة ايام لعب مباراة صعبة، بداية من الفريق النيوزيلندي مرورا بالفريق الامريكي ووصولا لفريق ريال مدريد. يعني لابد الفيفا ينظر نظرة أخرى في ترتيب هذه البطولة. لابد يكون فيها نوع من الإنصاف لجميع الفرق المشاركة بعيدا عن التمايز. ده ملف مهم اللي حضرتك بتتكلم فيه ده عايز كلام كتير جدا طبعا الضغوطات والتقارب ما بين المباريات وغيره. يعني انا بتفق مع حضرتك في النقطه دي وبتمنى زي ما حضرتك قلت كده ان احنا بنتكلم برضو عن ناديين يعني عربيين كبار جدا نتمنى لهم التوفيق واحنا لا نقل شيء حتى لو كانت الفرق اللي معانا او اللي بتلعبنا فرق كبيره ولها باع كبير ولها تاريخ كبير احنا كمان لنا تاريخ كبير ولنا باع كبير ولنا اسم كبير احنا بالظبط احنا ما نبي مشاركه شرفيه
احنا جايين كابطال قارات. صحيح طبعا. صحيح. ويبقى الهلال السعودي فريق كبير يا فندم، ومجرد وجوده في كاس العالم للانديه دلاله على هذا الامر، وان شاء الله كلنا دعواتنا لن تنقطع زي ما بندعي لعيبه النادي الاهلي. احنا كمان الود ودنا زي حضرتك نشوف الاهلي والهلال في لقاء النهائي ان شاء الله. بالمناسبه، هل رصدين مثلا مكافئات معينه للفوز في حال الفوز على فلامينجو البرازيلي؟ والله شوف يا بعيد عن المكافئات، شوف الهلال تركيبه الهلال كشخصيه ما ترضى يعني يكون مشاركتها باقل من المشاركات السابقه، يعني كل الجميع كان يتوقع انه ممكن الهلال تكون هذه المشاركه بسبب الظروف اللي مر فيها خلال الفتره الماضيه، انه ممكن بس مجرد المشاركه ووضع بصمه في هذه البطوله، لكن الان هو محافظ على النسق، يعني البطوله الاخيره كان المركز الرابع، الان اقل المراكز المتاحه للهلال حاليا المركز الرابع، هذا الاهم، يعني الاهم من المكافآت انه معدل المشاركه في كاس العالم ما ينزل عن هذا المستوى، وهذا الاهم بالنسبه لمنظومه. هو اللي كان بيتقال يا فندم الفتره الاخيره ان شاء الله من النسخه القادمه من كاس العالم للانديه هتكون في تغييرات في كثير من الامور على عده اصعده، واكيد هيبان خلال الفتره اللي جايه بمجرد انتهاء فعاليات النسخه دي. لا حتى كريم، يعني حتى لو تلاحظ تقسيم المدن، يعني الاهلي لعب مباراتين في طنجه، يلعب امام ريال مدريد في الرباط. الهلال لعب في الرباط، يلعب امام فلامينجو في طنجه، يعني ليه ما خلت مباريات الاهلي كلها في الرباط، ومباريات في طنجه، ومباريات الهلال كلها في الرباط، يعني حتى في هذه، حتى في اختيار المناطق، تعرف السفر ارهاق على اللاعبين. اكيد اكيد طبعا طبعا. يعني طب انت ما يسطى ريال مدريد وفلامينجو انهم حيلعبوا بس مباراه في النهائي ويوصل للنهائي. طب خلاص ميزني انا كفريق مشارك اللي يلعب في نفس المكان اللي انا لعبت فيه، يعني الاهلي يلعب مباراتين في طنجه، والمباراه الثالثه حيروح يلعب في الرباط. لا نقطة برضو، نقطة فعلا برضو يعني الواحد بيفكر فيها بيلاقي ما فيش إجابة، بس نقطة فاليد جدا، الواحد فعلا عايز يعرف حاجات بسيطة هتفرق، ممكن تفرق جدا في الإجهاد البدني وغيره، وهتريح أكتر وتشيل الاسترس لو كان تم يعني تنسيقها من الأول. بتفق معاك جدا. على كل حال نتمنى يبقى في مكالمة تانية إن شاء الله مع حضرتك يا أستاذ عاطف، ونبارك لك باذن الله. يعني شكرا ليك جدا على هذه وانا ابارك لك يا رب يا رب يا رب يا رب خير. شكرا جدا جدا الناقد الرياضي السعودي عاطف الاحمدي، شكرا ليك.